وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. شايف وَظَلَّلْنَا؟ شايف النون دي، نون الجمع دي، عشان ده فعل، والفعل لابد له من صفات شتى حتى يحصل، قدرة وعلم وحكمة، غير بقى التوحيد إنني أنا الله كده. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى قال لهم ادخلوا القرية المقدسة اللي هي بيت المقدس، فقالوا له اذهب أنت وربك فقاتل. فربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه في صحراء سيناء 40 سنة تيهين، يمشوا وبعدين يناموا يلاقوهم في نفس الحتة. ربنا رحيم بيهم برضو، عمل ايه؟ عشان الشمس، انت بقى صحراء سيناء دي في الصيف بتبقى مولعة نار. وظللنا عليهم الايه؟ الغمام. ونزلنا عليهم وانزلنا عليهم المن والايه؟ طب هياكلوا ايه دول؟ جاب لهم اكل، اكل ملوك، المن والسلو. السلوى ده طائر يلاقوه كده قدامهم. السلوى ده مش موجود اصلا في سيناء، مش موجود، بس جابوه لهم طائر جميل جدا، يجيبوه بايديهم كده يمشي حواليهم، يجيبوه بايديهم مفيش اي مشكله، وينصاع ليهم يعني ما يطرش منهم، يعني مش يجي يمسكه يطير، لا، هو ربنا بعته لهم من عين المنه. من عين ايه؟ لا باسباب، لا بايه؟ وطبعا لما ربنا يبقى بعت لحد حاجة من عين منا بغير ما سبب لا يسأله عنها، مش كده؟ إنما الحاجات اللي بأسباب ابتلاء، لما يبقى حاجات بأسباب تبقى ابتلاء، ربنا بيبتليك جبتها منين ووديتها فين. إنما الحاجات اللي من عين منا دي كل واشرب وما فيش أي مشكلة، مش هسألك. ولذلك الحاجات اللي من عين المنة تشريف، والحاجات اللي بأسباب تكليف. ولذلك كانت الآخرة كل ما فيها من عين المنة. فالذي ينتقل معك من الدنيا إلى الآخرة يكون من عين المنة تشريفا، والذي لا ينتقل يكون بالأسباب تكليفا، مش كده ولا إيه؟ ولذلك هم بعد كده هم كانوا مستعبدين، قاعدين مستعبدين لفرعون، مش واخدين على الاكل الحلو ده، مش واخدين على الاكل الجميل ده، الطيور والمن عسل يلاقوه موجود كده على اوراق الاشجار الكبيره كده، ياخدوا الورقه كده يعملوها كده تنزل العسل على وما زال. وهذا المن كان ينزل عليهم ما بين طلوع الفجر الى ايه؟ الى شروق الشمس، حاجه طعمها جميل جدا. ولذلك هم قالوا لن نصبر على طعام واحد، هم عاوزين بصل وثوم طعام العبيد، عشان هم مستعبدين، انما ده طعام مين؟ الملوك. فربنا ولذلك سيدنا موسى قال اتستبدلون الذي هو ادنى. ادنى يعني ايه؟ مش ادنى يعني دنيء، لا، لانه جاي بيد القدرة بالأمر المباشر، يعني بقى أنتوا تستبدلوا الأكل اللي جاي لكم بالأمر المباشر من الله إلى الأكل اللي جاي بالأسباب، هي دي الدناءة. يعني أدنى منه في المرتبة، مش دنيء يعني، لا، ربنا لم يخلق شيئا دنيئا، ما احتقر الله شيئا خلقه، يعني لم خلقه يبقى ما بيحتقروش. حتى النملة، النملة عند نفسها كبيرة، يمكن عندك انت صغيرة، بس هي عند نفسها صغيرة، وعند ربنا مش صغيرة، ما كانش خلقها بقى وعمل فيها المصانع الكبيرة اللي جواها دي. كلوا من طيبات ما، ولذلك ايه بعد كده قال لهم كلوا من رزق الله، سماه رزق الله، نسبه الى الله، عشان رزق جاي بدون يعني ايه، كلوا من طيبات، ربنا بيقول لهم كده
من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قعدوا يزنوا بقى على سيدنا موسى، احنا عاوزين. قال لهم طب ادخلوا القرية دي، بس وانتوا داخلين ادخلوا سجدا وقولوا حطة، أي وادعوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم. هم مولعون بمخالفة الأوامر، فدخلوا الباب مش سجدا يعني، لا، زحف. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول أن بني إسرائيل قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاهم، يعني دخلوا يزحفوا على إيه؟ على المقعدة. وقولوا حطة، فقالوا حبة في شعرة، يعني اللهم ارزقنا أمحاية، يعني عاوزين أكل، يعني عاوزين قمح. القمح بتبقى الحبوب فيها شعر كده. فالنبي بيقول اللهم ارزقنا إيه؟ وقالوا حبة في إيه؟ في شعرة، يعني بدل ما يقول اللهم حط عنا ذنوبنا، اللهم ارزقنا إيه؟ وسنشوف. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. الرجز اللي هو ايه بقى؟ الطاعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، اللي هم بنو إسرائيل، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا كان في أرض فلا تخرجوا منها. وده طبعا حجر صحي ممتاز، يعني لما يحصل وباء في مكان مفيش حد من المكان ده يخرج، ولما يكون حد موجود في يعني جاي ما يدخلش. وإذ استسقى موسى لقومه، يا سلام، سيدنا موسى ده على قد ما هو كان قوي وقاسي كده، على قد ما كان رحيم. المية خلصت، ما هو لا يكون استسقاء إلا بعد ما آخر قطرة راحت. وقعد بقى فسيدنا موسى طبعا يعني ثقته في الله بلا إيه؟ بلا حدود، وأرحم الناس، رحيم. دايما اللي تلاقيه كده جامد، ظاهره جامد، تجد قلبه إيه؟ يعني رحيم. فاستسقى، استسقى يعني طلب الإيه؟ السقي. وإذ استسقى موسى لقومه، يا سلام، نستسقي مين؟ كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام يستسقون برسول الله، وبعد انتقال رسول الله استسقوا بعم رسول الله، مش كده؟ لأن يا أخي ده الواحد ممكن يستسقي، يعني لو مفيش مية بقى وخلاص مفيش مية في البيوت، واخد بالك، تقول له يا رب عشان خاطر القطة اللي عندي في البيت مش لاقيها تشرب اسقينا، يسقينا، استسقنا بالقطة، مش كده؟ لولا شيوخ ايه؟ مش كده؟ وأطفال وبهائم رتع. هتقول له يا رب عشان البقرة اللي عند فلان اسقينا، اسقينا. بعد ده كله يقول لك ما يجوزش يا راجل، ده يجوز الاستسقاء بالحيوانات. تقول لي لا يجوز الاستسقاء بالأولياء والصالحين بعد ما استسقى الناس كلها انتظرت ان المطر تيجي، مفيش مطر. ايه؟ قالوا ايه يا سيدنا موسى؟ مفيش مطر ولا في سحاب. ربنا قال له لا، اضرب بعصاك الايه؟ اضرب بعصاك الايه؟ حجر. مش هجيبها لك المره دي من السماء، عشان اصل بني اسرائيل دول ما بيعترفوش بالحاجات
الايه العاديه. ما هم قبل كده يا رب نزلت المطر عادي، دي حاجات عاديه بقت. قال لك لا، من حاجات مش عاديه. اضرب بعصاك الايه، يضرب الحجر، حجر كده مربع، فانفجرت. شوف بقى كلمة انفجر دي بصوت، يعني بصوت جامد كده حاجة. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، لأن بني إسرائيل من قديم الأزل هم قوم انعزاليون. يعني ايه انعزاليون؟ أصباط، يعني كل ناس عايشة مع بعضيها ما تعرفش التانيين الا وقتنا هذا. انت لما تروح عند اليهود في فلسطين تجد دول عايشين مع بعضهم، ودول اليهود دول مع بعضهم، ودول مستوطنات محدش يعرف التاني، ومقسمينهم دول يهود ايه ودول يهود ايه ودول مالناش دعوه، يعني ما يعيشوش مع بعض كده حياه اجتماعيه. كان زمان كده. ولذلك عمل لهم 12 عين، كل صبت ليهم ايه؟ ما عشان ما يتخانقوش، كل واحد لوحده هو عارف انه ايه؟ لا يتفقون. فالحجر مربع كده، كل جهة طلع منها 3 عيون. طيب العصاية اللي بقى سيدنا موسى دي عصاية غريبة جدا، كان اديها له سيدنا شعيب لما كان عنده في مدين. الناس شربوا وشبعوا واتبسطوا وكل حاجة، يروح سيدنا موسى ضارب الحجر تقفل. امال هيسيبها كده؟ بالك لو كان سابها كانت سينا دي دلوقتي كلها ايه؟ كلها جناين. طب بتقفلها ليه؟ سيبها، واخد سيب الناس اللي بعديك بقى ايه؟ يقول لك لا يعني كده. يا اخي. وزي حتى لما ضرب البحر والبحر اتشق، سيدنا موسى بقى ايه؟ بينضار كده عشان يضرب البحر عشان ايه؟ قال له اترك البحر رهوا، سيبه انا اللي هقفله. سيبه انا هقفله ده. فهو بقى لحد بقى ما الفراعنه عدوا راح طبقوا ايه؟ عليهم. انما دي بقى يفتح ويقفل، يفتح وايه؟ طب سيبها مفتوحه والخير يا عم، وسينا دي تبقى جناين. مش عارف ايه السر. وإذ استسقى موسى لقومه، القادر على إخراج الماء من الصخر، قادر على أن يرويهم بلا ماء، صح؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى عاوز برضه يوريهم. اصل لو ما ترعوش من غير ميه مش عطشانين يعني وكويسين، يقول لك ده احنا كده من نفسنا. انما لما يشوفوا بقى الحجر والميه طالعه ماديين، لازم حاجه. كلوا واشربوا من رزق الله. سماه رزق مين؟ يعني الاكل المن والسلوى والحجر والميه اللي خرجت منه ده رزق مين؟ ولا رزقكم انتوا؟ ورزق الله. يعني اللي بيجي بلا سبب هو رزق الله، واللي بيجي بسبب برضه هو رزقه ايه؟ وان كان حراما. يعني اللي بيجي بسبب وان كان حراما هو برضه رزق مين؟ ولكن تأدبا ما بننسبش لربنا الا الرزق الايه؟ الاولاني اللي هو يأتي بلا ايه؟ سبب. ولا تعثوا، أي لا تفسدوا. عثى يعني أفسد. ولا تعثوا أي لا تفسدوا في الأرض مفسدين، يعني تأكيد عشان ما يفسدوش. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، لن دي يعني إيه؟ قطع، مش هنصبر. لن نصبر على طعام واحد. هي جت على الطعام، هم اصلا لم يرضوا بإله واحد، جت على الطعام الواحد
هم لم يصبروا على إله واحد. سيدنا ده هم كانوا لسه معدين البحر ومعهم سيدنا موسى، وشافوا قوم يعبدون صنما لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة. مش قادرين يصبروا على إله واحد. سيدنا موسى غاب عنهم 10 أيام عبدوا العجل. ودي تبين لك بقى عظمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام انتقل الى الرفيق الاعلى من 1400 سنة، والاسلام عاملين له مظاهرات دلوقتي، الاسلام الاسلام مش كده، المظاهرة بتاعت النهاردة المليونية عشان تطبيق الايه الله من 1400. في ناس بتقول كده دلوقتي. وبني اسرائيل غاب عنهم نبيهم، يعني النبي موجود فيهم، وغاب عنهم 10 أيام عبدوا اله تاني. يبقى شفت بقى امة النبي عليه الصلاة والسلام امة محفوظة. يبقى النبي ما غابش، يبقى النبي بتاعنا ما ايه ما غابش، النبي بتاعنا فينا. واعلموا ان فيكم رسول الله. خلاص هو فيه، انما النبي بتاعهم غاب. خلاص. فادع لنا ربك. شفت كلمة ربك دي؟ عمرهم ما استيقنوا أن لهم إلها، ولا دخلت في قلوبهم. ده رب موسى يقول لك احنا مؤمنين برب موسى، مش ربهم هم. لم يكن متاح عندهم الحميمية اللي عندنا احنا. انت اذا سألك عبادي عني فاني ايه؟ انت وربنا مفيش بينك وبينه حاجة، حميمية وحب. انما هم مش كده، هم النبي هو اللي له رب، يدعي ما يدعيش. انما احنا ما نقدرش، احنا خلينا مع ايه؟ مع النبي، نطلع عينيه نقتله. انما في ربنا ده ما عندهمش تصور ان في معتقدين ان في اله يعني. لا، اذهب انت وربك فقاتله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. أصل هم ما عندهمش أي يقين. قال لك إحنا دلوقتي بيقول لك ربنا رب موسى بيجيب لنا الأكل لحد عندنا. افرض يا أخي رب موسى ده غضب علينا مرة، مش هنلاقي ناكل. شوف بقى، قالوا لا احنا عاوزين حاجه نزرعها بايدينا طب ما هو لو غضب عليكم برضه هيحرقها. لا، ما عندهمش دي. عندهم ايه؟ لا، عاوزين يعملوا حاجه بايديهم والاكل اللي هم واخدين عليه ايام ما كانوا في مصر. يخرج لنا مما تنبت الارض من ايه؟ من بقلها. البقل اللي هو ايه؟ اللي ملوش ساق، زي الجرجير والكرات والايه الفجل والجرجير والكرات والحاجات اللي هي دي البقل، كانوا يحبوها قوي يعني. وقثائها القتة والخيار والايه والحاجه اللي زي كده. وفوميها اللي هي القمح، وعدسها وبصلها. ما كانش لسه بقى الفول، ما قالوش الفول هنا، ما كانش لسه الفول يعني. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي، دايما اللي بعد البي ده يبقى اللي هو ايه اللي هنسيبه يعني. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه؟ خير. اهبطوا مصرا. طبعا مصرا ديت فيها قراءتان، مصر يبقى مصر دي ممنوعة من الصرف، ومصرا يعني أي مصر من الأمصار. أي مصر من الأمصار يسمى مصرا إذا كان محدودا بحدود وله أمير وله قاضي وله جند، ده يبقى اسمه إيه؟ مصر.
إنما مصر اللي هي ديت بقى ذكرت في القرآن كم مرة بقى؟ يبقى 5 مرات. ده ذكرت في القرآن باسمها 5 مرات. مفيش دولة في العالم ذكرت مرة واحدة حتى، إلا القليل، مكة مثلا كده يعني. إنما ذكرت باسمها ده فخر كبير قوي لمصر، أن تذكر في القرآن 5 مرات باسمها، وكثير بدون الاسم بقى. ها؟ أليس يعني في كتير قوي؟ كم تركوا من جنات وإيه؟ ده بيتكلم عن مين؟ عن مصر. وزروع ومقام إيه؟ ده بيتكلم عن مين؟ ونعمة كانوا فيها فاكهين، بيتكلم عن مين؟ ذكرت بقى بالتنويه مرات كثيرة. إنما بقى مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ أليس لي ملك إيه؟ وقال الذي اشتراه من إيه؟ تبوأ لقومكما أن تبوأ بمصر بيوتا، يعني ما حدش يهرب من مصر، خليكم جوه مصر. أمال مين اللي غير؟ يعني نسيب المفسدين ونهرب ونسيبهم في مصر، ولا نقعد على نفسهم لحد ما وضربت عليهم الذلة والإيه؟ والمسكنة. يا سلام، هم ما دخلوش مصر، ده هو قال لهم لو كنتوا عاوزين الحاجة دي روحوا خلاص كده. برضو فضلوا في التيه، لأن التيه مضروب عليهم. التيه اتضرب عليهم كم سنة؟ 40 سنة. قال لهم يعني إن كنتم تستطيعون أن تذهبوا إلى مصر فاذهبوا، ولن تستطيعوا قبل 40 إيه؟ قبل ما التيه يخلص، مش كده؟ ما دخلوش. وضربت عليهم، يعني إيه ضربت؟ عارف لما النقود بتضرب يطلع فيها بروز كده؟ يعني عمر ما الذلة والمسكنة هتتشال من عليهم إلى يوم القيامة. يعني يا خبر أبيض. فالضرب يعني لا يستطيعون محو الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. وضربت عليهم الذلة وإيه؟ إلا بحبل من الله. وحبل من الإيه؟ حبل من الله يعني إيه؟ يعني لما كانوا مثلا يعملوا معاهدات مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه المعاهدات تقويهم شوية. لو المعاهدة دي اتنقضت بقوا أذلاء وإيه؟ وحبل من الناس زي أمريكا ما يمسنداهم. لو أمريكا دي راحت هيقعوا، مش كده؟ وقبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة أمريكا دي هتروح، هم بقى هينزلوا بقى وتضرب عليهم الذلة والمسكنة القديمة، هتظهر بقى، مش كده؟ وباءوا بغضب، يبقى ذلة ومسكنة، ورجعوا بغضب، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. إذا كان هم بيكفروا بآيات الله، مش هيكفروا بالله؟ يعني آيات رب هم بيكفروا بها، يبقى ربنا أولى. ويقتلون النبيين، بقى يا أخي حد يبقى عارف إن ده نبي ومن عند ربنا ويقتله. ولذلك الناس دي ربنا غضبان عليها، دول المغضوب إيه؟ عليهم، غير المغضوب عليهم، هم اليهود. إنما النصارى ضالون. ضالون يعني إيه؟ يعني مش عارفين الحقيقة، يعني لما هيعرفوا الحقيقة هيسلموا. يعني قبل يوم القيامة لما سيدنا عيسى بقى هينزل وهيعرفوا الحقيقة كلهم هيبقوا مسلمين. فأيام قبل بقى أيام المهدي كله هيبقى مع سيدنا عيسى، سيدنا حتى النصارى كله هيسلم، وكل الكنائس دي هتتحول إلى مساجد.
واليهود محدش منهم إلا القلة القليلة كلهم هيبقوا مع المسيح الدجال لأنه مغضوب عليهم، مش محدش هيسلم منهم إلا يعني. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ده واحد أشد الناس، راجل قتل نبي أو نبي إيه قتل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئين دول يعني إيه؟ صبأ يعني خرج من دينه إلى دين آخر، فالصابئون دول ناس خرجوا من دين وعبدوا النجوم، يعني خرجوا من النصرانية وعبدوا النجوم، خرجوا من اليهودية وعبدوا النجوم، يبقى دول اسمهم الإيه؟ الصابئون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جت الألواح مع سيدنا موسى عليه السلام ربنا قال لهم خذوا الكتاب بإيه؟ بقوة، فلم يأخذوه بقوة، خدوه باستهزاء يعني، فرح ربنا نطق. عارف يعني ايه نطق؟ انت عارف الوتد لما تزحزحه كده، ده النطق، وعشان الجبل بتاع الطور ده وتد يعني جوه الارض وهم كانوا عايشين حوالين الحتة دي. واذ نطقنا يعني لقوا الجبل عمال يعمل كده، حد يعني كأن حد بقى ماسكه بايه وراح رافعه فوقيهم كأنه ظلة بقى فوقيهم كده، قال لهم لو ما خدتوش الكتاب بقوة هوقع الجبل عليكم. فسجدوا كلهم، خروا ايه بس ايه، كانوا باصين لايه؟ فتجد لحد دلوقتي اليهود سجودهم على خدهم، ما يسجدوش على هنا، يسجد على خده كده، دي من جراء سجودهم تحت الجبل. فضلت بقى الحكايه دي فيهم على طول، انه يسجد وايه وشايف اللي ايه وخد، وربنا خد منهم الميثاق تحت هذا التهديد، وبعدين الجبل اتحط مكانه ايه تاني، رجع مكانه ايه تاني. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني انت فكرك حصل ايه؟ ولا حاجة. بعد ما ربنا حط الجبل رجعوا زي ما ايه وقال عن مما ايه، وربنا بقى هيفضل يشيل خلاص مفيش مشكلة بقى. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الايه من الخاسرين.